هل جربتم العلاج بالصوت؟ طيب لازم تجربه. يمكن تقتنع. نروح نشوف الخبر. العلاج بالصوت أسلوب متبع قبل آلاف السنين كوسيلة للتخلص من الأمراض النفسية والجسدية. العلاج يتم من خلال إرسال الأمواج والاهتزازات الصوتية التي تصدر من مجموعة من أطباق مصنوعة يدوياً من معادن مختلفة، تنتقل إلى أجزاء محددة في الجسم باعتبارها رسائل صوتية. للمزيد تنضم إلينا من دبي إناس حلال، عازفة إيقاع ومختصة بالعلاج بالصوت. أهلا بك إناس. وإحنا كنا في حالة جدل قبل قليل أنا وعادل بنتكلم عن الموضوع اللي أنا يعني دقة قديمة ما بقتنعش بهاي الأمور، إنه شايف إن أنا أريح واسترخي. أنت مقتنعة؟ لا أنا ما مدتش يعني ما جربتش الحاجة فمش هقدر أحكم عليها إيه، ولكن خلينا نشوفها هي هتقول لنا إيه. إيناس، هذا النوع من العلاج هل يفي بالغرض في بعض المشاكل؟ وإذا كان ما هي هذه المشاكل النفسية أو الجسدية التي تحدثت عنها في يعني المقدمة؟ تمام، صباح الخير. هلأ العلاج بالصوت أو العلاج حتى بالموسيقى من آلاف السنين هو علاج يعني يتبع مع العلاجات الثانية، ما فينا نستغني عن الأدوية بالأمراض الجسدية خاصة، ولكن هو علاج مساعد لأنه بيساعد الإنسان على الاسترخاء، على مساعدة بالأرق وبيحسن الدورة الدموية. فهذا الشيء لحاله بيقدر يساعد جسم الإنسان لحتى استعادة الخلايا لحالتها الطبيعية اللي هي حالة الشفاء، مما بيساعد بالعلاجات الثانية اللي نحنا منقوم فيها. فهو علاج مساعد، ما فيني أقول أنا أنه يعني فيه مستغني عن باقي العلاجات الطبية الثانية، أكيد لا، بس هو كثير بيساعد بدل ما تكون فترة علاج كبيرة تصير أقل. أيوة، يعني نوع الأمراض إيه هي؟ تمام، هلأ بالنسبة للأمراض ممكن كثير تكون، نحن طبعا نعرف أنه كثير من الأمراض اللي نحن بنواجهها هي سبب التوتر، فنحن بالطريقة اللي بنعزف عليها بهذا الشكل منصدر أصوات وزبزبات معينة بتطلع من هاي الآلات. وقت اللي بتطلع هاي الزبزبات على الجسم وبتفوت فيه، فهي كل جزء من جسمنا نحن له فريكونسي معينة أو تردد معين، بترجع الخلايا بتعيد التردد الطبيعي تبعها، فبتحسن الدورة الدموية، بتقلل التوتر، بتساعد على الاسترخاء، مما بيساعد على إذا حدا عنده اكتئاب بيخف كتير، كترة التفكير والتوتر بتخف، إذا حدا عنده أوجاع بالعضلات بتخف، لأنه الحالة اللي بيفوت فيها الإنسان بهيدا العلاج بتخليه كتير يقدر يسيطر على الأوجاع اللي هو فيها. طيب. مثل أوجاع الظهر، أوجاع المفاصل، كل هي الأوجاع اللي أوجاع الرأس حتى الشقيقة كتير بتساعد. طيب. لأنه الفريكونسيز اللي بنطلعها بتكون مختلفة عن وضح. اي ناس الله يسامحك، لانه حتى داخل الاستوديو عندنا صار في خلاف ما بين مع وضد كما هو الحال هنا امام الكاميرات. لكن خليني اسال بانه سؤال من شقين. اولا بانه هناك من دخل على هذه المهنة مؤخرا قد يكون افسدها او لا، هذا الراي عندك، لكن ايضا بانه هناك من يقول بانه هذه مقتبسة، هذا النوع مقتبس من الحضارة الهندية القديمة والصينية وبعض الحضارات القديمة، لكن ما لا أي فعالية لأنه يطبق بطريقة خاطئة ودخلت عليه بعض الأشياء الخاطئة. صحيح صحيح. هلا الشيء اللي انا شخصيا عم حاول اعمله انه انا درست هذا الموضوع عن دراسه. طيب. وعم حاول اعمله بالتقنيه اللي هن تماما بيدرسونا اياها، لانه نحن اذا عملناه بشكل عشوائي كثير بيصير في خربطه بالجسم، فبدل ما يعمل التاثير الايجابي تبعه بيعمل تاثير سلبي. لذلك هذا الموضوع نحن ما بنعمله ابدا بشكل عشوائي، كل ضربه مدروسه، الثواني بين الضربات هن مدروسين. طيب. طريقة صف الآلات الموسيقية أو الأوعية هي مدروسة لحتى تناسب الجزء اللي نحن عندنا أربع دقائق راح نعطيك إياها حتى تشرحي لنا هذا العلاج وتاخذين راحتك، بس فقط أنا بعشرين ثانية، هل مثلا الآنية الكبيرة والآنية الصغيرة هناك إيقاع تناغم واضح أم على مزاج الشخص؟ لا اكيد كلهم هلا هن مدوزنين دوري مي فاصول لا سيدو، فنحن بنحطهم بمحل معين وبنضرب بطريقه معينه. مش الموضوع الضربه طبعا تحت بدها تكون اخف من فوق لانه هي
بعيدة عن الجسم فما بتضايق الشخص. يلا راح نعطيكي اشرحي لنا اياها اكثر براحتك اخ راح نعطيك المجال وختام البرنامج معك، لكن اشرحي لنا اياها اكثر براحتك، عندك اقل من 4 دقائق تفضلي. ايش كثر تطول الجلسة؟ شكرا. اوكي. ما اقدر. هلا الجلسة بتكون عادة ساعة، أنا أكيد رح أشرح بشكل عام. هلا نحن اليوم الترتيب تبع الأوعية اللي أنا عملته اليوم هو جنرال بالانسينج أو توازن بشكل عام لحتى مسارات الطاقة بالجسم نحن نرجع نوازنها ونشوف شو اللي فيه خلل ونشتغل عليه. فأنا بضرب بهيدا الشكل، بلش من تحت وبلش دور بطريقة معينة، وبيكون في تقريبا 8 ثواني بين كل ضربه وضربه، بعدين حسب وين انا وصلت ممكن انه تمتد ل 20 ثانيه. طبعا بده يكون شخص لابس ملابس رقيقه او ضيقه لحتى الفايبريشنز او الترددات والذبذبات تبع هدول الالات يفوتوا لقلب جسمه ويعدلوا الخلايا. بده يكون في هدوء تام، بده يكون مسكر على عيونه حتى بس يتم التركيز على الصوت. فهدول الذبذبات يلي بتبرز من هدول الأوعية هي العقل البشري ما بيقدر يتبعها مثل ما بيتبع الموسيقى بشكل عام، لأنه نحن بس نتبع الموسيقى بيضل عقلنا مشغول، أما هون نحن بيوصل العقل لمرحلة أنه بينفصل فيها عن الواقع اللي هو فيه، فهون الجسم بيرتاح أكثر وبتتم عملية الشفاء أكثر وأكثر. طبعا كلنا بنعرف انه جسم الانسان مكون من 60-70% من الماء، وهدول الذبذبات بيفوتوا على الجسم لانه هن عندهم تاثير كثير قوي على المي، فهن بس يفوتوا على الجسم بتتسرع الدوره الدمويه، اذا حدا عنده خطر تجلطات بخف بكثير بحسن انه كم جلسة؟ كثير عالم بيناموا بقلب الجلسه، يعني بعد كم جلسه يحتاج 10 دقائق بيناموا. هلا هي كل حاله لحاله بتختلف، وممكن كثير انه الواحد يبلش بجلسات مثلا من مره بالاسبوع بعدين لحاله يحس بفرق كثير لانه تعدلت مسارات الطاقه بجسمه، بطل بحاجه قويه، فممكن يعملها مره بالشهر، يعملها بس للاسترخاء. احنا اختصرنا الساعه بثلاث دقائق او اقل. شكرا لإيناس حلال، عازفه ايقاع ومختصه بالعلاج بالصوت.